لما بنحكي عن الستار دي، واحدة من الدراسات اللي كثير مهمة في الدبريشن، هي اختصار للسيكونس تريتمنت الترناتيف فور ديبريشن. يعني هي بالعربي دراسة الأدوية المتتابعة أو بدائل المتتابعة للأدوية للاكتئاب، بسموها براغماتيك ار سي تي، لأنها أخذت عينة متشابه كثير الواقع. فكانوا تلتين المرضى عندهم كوموربيديتي مع فيزيكال إلنس، تلتينهم مع كوموربيديتي مع سيكاتريك إلنس. 40% منهم بلش المرض عندهم قبل عمر 18، وهذا سيميلر للريل وورد فايندينج. شملت الدراسة 40 و41 مريض، يعني 4041 مريض، وكان عندهم برود رينج اوف سيمبتومز وسيفيريتيز. شملت 25 سنتر في امريكا، وعملوا 4 خطوات او 4 ليفلات من العلاج. كان كل المرضى اللي ما يوصلوا الريميشن في الليفل اللي هم فيه ينتقلوا للليفل اللي بعده، وكان يستخدموا اكثر من طريقه فور ذير راندومايزيشن. الليفل الاول مشوا المرضى كلياتهم على سيتالوبرام وحكوا لهم تمشوا عليه 12 اسبوع. قبل 12 اسبوع في 8% من المرضى دروب اوت من الدراسه. اللي كملوا ال 12 اسبوع الاولاني، اذا المرضى ما وصلوا الريميشن على الليفل الاول انطلب منهم يمشوا 12 اسبوع تانيات على بناء على خياراتهم على واحدة من الشغلات السبعة اللي راح تيجي. يا إما قالوا لهم ترك السيتالوبرام وامشي على الكوجنيتيف ثيرابي، يعني يعملوا سويتش على الكوجنيتيف ثيرابي، يا إما قالوا له خلي السيتالوبرام واعمل كوجنيتيف ثيرابي، يعمل أوجمنتيشن مع الكوجنيتيف ثيرابي، أو قالوا له خلي السيتالوبرام وخذ لك معاه حبة بوبروبيون أو بوسبيرون، يعني يعمل أوجمنتيشن مع البوسبيرون أو مع البوبروبيون، أو قالوا له بتعمل سويتش وأعطوه 3 خيارات، يا إما على البوبروبيون لحاله أو السيرترالين لحاله أو الفينيلا فاكسين لحاله. اللي كملوا 12 شهر ولسه ما وصلوا الرميشن طلبوا منهم واحد من شغلتين، يا إما ينتقلوا على الميرتازبين بشكل كامل أو ينتقلوا على النورتريبتالين بشكل كامل، أو إذا دواهم أو الدواء اللي معاهم ويضيفوا معاه يا ليثيوم يا ثايرويد ميديكيشن. يعني كان في 4 خيارات. اللي كملوا هنا كمان 12 شهر وما وصلوا ل ريميشن طلبوا منهم انهم ينتقلوا على واحدة من شغلتين، يا اما كومبينيشن من الفينيلا فاكسين والميرتازبين الكاليفورنيا روك، او انهم ينتقلوا على الماو انهبيتر للترانيل سايبرومين. لازم نعرف انه هاي دراسة كانت مهمة لانه استخدموا فيها شيء بسموه ميجرمنت بيست كير، يعني كان فيها systematic approach بيقيس كل السيمبتومز والسايد افكت في كل زيارة بيجي فيها المريض، وكان يتزود المريض بمانيوال جايدد مشان يعمل موديفيكيشن للدوز وكيف يتحمل الدوز اللي هو ماشي عليها. كمان نحكي انه البيشنت تندد تو تشوز ذا اوبشن بيزد اون ذير اكسبيرينس مع ذير فيرست انتي ديبريسنت. بمعنى اذا كان الانتي ديبريسنت اللي ماشيين عليه عمل partial response فهم كانوا يختاروا to augment with another medication or another process، واذا ما كان في respond فthey tried to switch. الستار دي وصف الريزلتس فيها هو انه مع تقدمنا بالليفلز كان الريلابس ريت يزيد والدروب اوت يزيد وكان الريميشن يقل. فبلشنا باول ستيج كان الريميشن حوالي 37%، الستيج اللي وراه كان 31%، الثالث كان 14%، والاخير 13%. هذا الريميشن ريت، وبنحكي عن كوميوليتيف ريميشن لكل الاربعه كان 67%، و 33% كان النون ريميشن او النون ريسبونس ريت. وبنحكي انه المرضى بعد السكند ستيب نصهم صاروا سيمبتوم فري. نحكي كمان فيها انه الاوبزيرف ديفرنسز بالستيجز كانت ما بين الخيارات كانت ضئيلة ونات ستاتستيكال سيجنيفيكانت، يعني بين اخترت انا سيرترالين ولا بوبروبيون ولا فينيلا فاكسين ما كان بيفرق. وكانت الفكرة كمان انه ما في فرق بين انه تو سويتش تو انذر SSRI ولا تو انذر كلاس اوتسايد SSRI، كمان ما كان في فرق. وبالليفل 3 ما كان في فرق كمان بين خيارات السويتش، ولكن كانت T3 better tolerated than الليثيوم. وعلى الليفل 4 ما كان في فرق بين الكومبينيشن وبين الماو، ولكن كان أحسن كومبو نعمل في كل الدراسة هو الكومبينيشن تبع الفينيلا فاكسين والميرتازيبين، وجاب أعلى ريسبونس ريت.